كنشكر بزاف بزاف الناس ديال الفيسبوك موقع الازرق لي جروب بجميع الفئات اللي خطيكم. كنشكر الناس ديالنا، الناس ديال دربنا اللي وقفوا معنا، الناس ديال كازا اللي ما خلاوش كاع الناس اللي بكاو بالدموع. تنقول لكم اليوم انا فرحانه بزاف، تنتمنى الفرحه ديالي تكون عندكم في قلوبكم. كنشكر المغاربه ديال العالم، الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، كاع الناس اللي ساهموا اللي خطيكم. كنقول لهم الفرحه ديالي كنتمناها ليهم كما ردوا لي بنتي، وثبتوا انهم شعب عظيم واللي خطيهم علينا. زعما ما نقولش تنتمنى لهم هذه الفرحه اللي تنحس بها. والله احساس لا يعجز اللسان عن التعبير على هذا الإحساس العظيم. وأنا كنشكركم وكنشكر القنوات الإلكترونية والقنوات كلها والناس اللي تفاعلوا معنا ومجتمع المدني، وكنشكر بالأخص الأمن اللي كان عنده تفاعل عظيم معنا في هذه القضية هذه، وكنشكر الشعب المغربي كله قاطبة والجالية المغربية اللي كانت كتعيط بالليل وبالنهار، والجمعيات في السويد وجمعيات في الميريكان وجمعيات، وعيطوا لنا واحد المجموعه ديال الناس اللي على هذا الامر هذا. وكنطلب من الشعب المغربي يبقى مكاتف على هذا على هذا على هذه الامور هذه، حتى لا ما تكونش غدا ان شاء الله تكون بنتي وتكون غدا بنت واحد اخر.